شو بعجبك؟ السلام عليكم سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الحمد لله في موقع أمامي متقدم وفي فرصة طيبة ونحن نمر بمسجد حسن. الحمد لله يمكن حالة المسجد حالة طيبة ونشكر إخواننا الحرر في هذه المنطقة نرسل مشرياتنا لأنه الحمد لله نظيفة من دنس التمرد ونظيفة من الشفشافة ونظيفة من مرتزقة المأجورين الشيخ الأفزي هذا المسجد درس له التحايا والإخوة المصلين كان بعمل هذا المسجد إحنا نبشره إن شاء الله قريبا. يا بطيوب بلّا